إصلاح أوضاع المواطنات والمواطنين إلا في إطار الدولة المستقلة ودولة المؤسسات. واليوم نعتبر بأننا نحن بحاجة إلى وعي وطني جديد، لأنه هذه اللحظة فهي تتطلب تعاقد اجتماعي جديد يكون فيه كذلك تلاحم بين الملك والشعب، ويكون تكون ركيزته وعنوانه هو الحماية، أي حماية المواطنين وضمان حقوقهم والاعتبار للمواطنين بضمان لهم كرامة، بضمان كذلك العيش الكريم، وبتمكينهم من الارتقاء الاجتماعي في بلادهم وبعث الأمل خصوصا في نفوس الشباب، وإعطائهم الإمكانية لأن يقوموا بتحديد مصيرهم لنفسهم في إطار الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية. لقاء اليوم هو لقاء من ومضات التاريخ المغربي التي لا يمكن أن نقفز عليها ولا يمكن أن لا نستحضرها، لا سيما وأننا أمام قضايا كبيرة حاليا وأسئلة راهنة. إذن 11 يناير حين نحتفل به ليس حنينا إلى الماضي كما يقال، ولكنه منتهى أو التاريخانية في أبهى صورها بالنسبة إلينا. لا يمكن أن نتحدث عن اللحظة الراهنة أو نؤسس للمستقبل في تغييب الماضي، والذي ليس له تاريخ ليس له ذاكرة، والمغرب له ذاكرة حية متنامية متفاعلة وتتقاطع الأحداث، رغم أن 11 يناير كان لها سياق آخر فالأسياق الآن تتشابه، حيث لا بد من استلهام هذه اللحظات برفع مستوى ومنسوب الوعي الوطني من أجل المواطنة الحقيقية ومجتمع المواطنة. مجتمع المواطنة هو بيت لحقوق يضمن حقوق جميع المواطنات والمواطنين. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.